عادات وتقاليد غريبة حول العالم خلفها قصص وجهل في بعض الأحيان. مالك بالطويلة. حياكم. كل شعب في العالم له عادات وتقاليد خاصة فيه، بعضهم كسب هذه العادات من شعب مجاور وبعضهم هم اللي طلعوا هالعادات. في العالم العربي لما كنا صغار كان عندنا عادة جاهلية، كان إذا انكسر سن الواحد منا يقولون له روح أخذ سنك وارميه للشمس وقل لها يا شمس خذي سن حمار وحطيني سن غزال. وفي مصر يقولون يا شمس يا شموسة خذي سن الجاموسة واعطيني سن العروسة. يا شمسي يا شموسة خذي سنة النانوسة واديها سنة جديدة تاكل بيها البسبوسة. أصل هذه العادة يرجع لديانة عباد الشمس المعروفة قبل الإسلام، وهي عادة وثنية تناقلتها الأجيال عبر الزمن بسبب الجهل. والجهل ممكن يطور معك عادات ما لها أصل. مثلا هنالك عادة خليجية قديمة، إذا شافوا وانت بكرامة حذاء مقلوب تراكضون لتعديلها، لأنهم كانوا يقولون لنا أن باطن الحذاء لا يجب أن يوجه للسماء وأن إبليس هو اللي قلبها. هذه أيضا عادة تناقلتها الناس من فترة إلى فترة، عشان تعرفون أنه بعض أحيان ما نفكر بشكل منطقي اتجاه العادات اللي قاعدين نمارسها ولا نعرف ليش. فمثلا العرب إلى وقت قريب كان شائع عندهم تسمية أبنائهم بأسوأ الأسماء، مثل كلب وحنظلة. الحنظلة طبعا معروفة أنها مرة لا تطاق، ويسمون حرب وضرار ومرة. في المقابل يسمون العرب قديما عبيدهم بأسماء لطيفة وحبيبة للنفس، عنبر، فلاح، رباح، مرزوق. يقول كتاب شرح الزرقاني بأنه سألوا أعرابي وراكم تسمون عيالكم أسماء شينة وعبيدكم اسماء لطيفة، فقال حنا نسمي أبنائنا لأعدائنا ونسمي عبيدنا لنا. إذا طلع للعدو واحد من عيالنا وقال أنا اسمي وحش أو كلاب أو مرة سيخشاهم الأعداء، لكن عبيدنا نسميهم لأنفسنا يا فلاح يا عمر، وكأنه إحنا قاعدين نتسلى بهذه الأسماء الجميلة. حتى في آخر 200 سنة الماضية انتشرت عادة سيئة بأن أي أسرة يموت رضيعها يسمون الابن القادم باسم سيء عشان ما يموت، وهذا في اعتقادهم هو اعتقاد خاطئ ولا أصل له من الأساس. نفس الحالة هذه وين؟ في أندونيسيا، في قبيلة اسمها قبيلة داني، أي أم يموت طفلها الرضيع تحرص أنها تقطع الأصبع الأصغر للطفل اللي يجي بعده عشان وشو؟ عشان ما يموت. وأي أم يموت أحد عيالها بعد ما كبر يقطعون رأس أصبع من أصابع الأم، لأنهم يعتقدون بأنه هذا الفعل راح يطول من أعمار الأمهات، وإذا ما قطعت الأصبع راح تلحق ولدها بعد فترة قصيرة. أما في غرب الهند فيسوون عادة غريبة المسلمين والهندوس هناك، إذا جاهم مولود يقومون يرمونه على بعد 50 قدم من على أحد الأضرعة، وباعتقادهم أن هذا الفعل يخليه يتمتع بصحة أكبر وقوة ويمنعه أنه يموت وهو صغير. في كرغستان عندهم عادة غريبة، الولد إذا جاي بيتزوج يروح يخطط على زوجة معينة ويمنشن عليها ويقوم يخطفها ويوديها لبيت أهله بالقوة. هنا تقوم أم الولد وخواته يهدون البنت ويلبسونها لبس جديد، وإذا رضت بالزواج تروح أسرة الولد المنزل الفتاة ويخطبونها بشكل رسمي ويقولون خطفنا البنت والبنت الحين صارت زوجة ولدنا. توافقون ولا ما توافقون؟ بزن قرغزن قصدار سيقول تكبر عظم جزن بيلي زرغة جدد بزن سيس تردشن دي العلاقة ماي بريغرغن دام كتب قلماي جاشب قلماي. وإذا رفضوا أهل البنت تزويجها
يرجعونها لهم فورا وتعتبر في عرفهم أنها مطلقة. كنت وحدي في مواجهتهم، أخذوا هاتفي النقال ولم أجد من يساعدني، فكان علي أن أسر على إطلاق سراحي. في كل أنحاء العالم عادات وتقاليد غريبة قد تكون غبية في بعض الأحيان. الأهم ما نصنع حول هذه العادة قدسية، ولا نقول لا تغيرونها، هذه عادات وتقاليد. إذا كانت هذه العادة جميلة خلونا نحافظ عليها ونقدرها، بس إذا كانت مضرة لا الأولى أن نتخلص منها. فمثلا كثير من البلدان العربية تجبر الفتاة القاصر على الزواج وتمارس بحق طفولتها جريمة باسم إيش؟ باسم العادات والتقاليد. مقابلة تحمل بظلمي، حرم عليك تحمل بظلمي بسرقة فنا ضعيفة ولا وحمك ولا ولدك والله لامو. لا قيمة للعادات التي تضر الناس أو تسخف من عقولهم، فما لا.